امبارح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، وده في العام الدراسي الجديد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. أستاذة بسنت، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. يعني في البداية عايزين نعرف إيه هي الجامعات الأهلية اللي هتبدأ الدراسة فيها هذا العام؟ يعني خليني أؤكد لحضرتك أنه يعني قبل مرور عام واحد على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة الجامعات الأهلية المتاحة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حقيقة 12 جامعة أهلية ستبدأ هذا العام لأول مرة التحاق الطلاب بها بتخصصاتها الحديثة المختلفة. هذه الجامعات، في عندنا جامعة حلوان الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة اسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة بورسعيد شرق بورسعيد الأهلية. 12 جامعة أهلية على مستوى مصر، وإن شاء الله في السنوات القادمة أيضا المزيد من هذه الجامعات. نعم دكتور، يعني بعد صباح الخير طبعا عاوزين نعرف من حضرتك يعني ايه جامعه اهليه منبثقه عن الجامعه الحكوميه؟ باختصار شديد، الجامعه الاهليه هي جامعه لا تستهدف تحقيق الربح، ولكن المصروفات التي سيقوم الطلاب بدفعها ستخطط لعمليه التشغيل فقط، بمعنى ان احنا بنتكلم على رواتب هيئه التدريس، بنتكلم على معامل، بنتكلم على صيانه دائما، بنتكلم على كفاءة تشغيل، بنتكلم على جودة تعليم، بنتكلم على شراكات دولية، كل هذه المصروفات. إذن هي تكلفة المصروفات فقط، وبالتالي المصروفات التي سيدفعها الطالب ستكون مصروفات معتدلة ورشيدة. هذا بالإضافة إلى توجيهات السيد الرئيس بالأمس أن الدولة تتحمل جزء من تكلفة التعليم بالنسبة للطلاب في الجامعات الأهلية مع دعم الطلاب المتفوقين. يعني هي هيكون فيها دعم حكومي، لكن مصاريفها مش هتبقى مصاريف حكومية ولا مصاريف خاصة. بالتأكيد هي مصروفات كما ذكرت لحضرتك، الطالب سيتحملها، ولكن مصروفات معتدلة تكفي عملية التشغيل بجودة عالية. نعم. وإذا هناك عائد من المصروفات سيخصص للجامعة الحكومية عشان تقدر تحدث من أجهزتها ومن معاملها، ده في حالة وجود بقاء في من مصروفات التشغيل. إذن هو نوع مهم من التعليم ومن روافد التعليم ومن مسارات التعليم العالي المهمة في مصر. طيب دكتور عادل، يعني عشان دلوقتي الآباء والأمهات بيتفرجوا علينا عايزين يعرفوا الجديد في التخصصات الجديدة في هذه الجامعات عشان يبتدي طبعا عملية التنسيق في الكليات لأبنائهم، فإيه التخصصات الجديدة؟ خلينا أكد لحضراتكم أن التخصصات العلمية الجديدة، عشان كده أدعو لأولياء الأمور وأدعو الطلاب على وجه الخصوص أن يدخلوا على المواقع الإلكترونية للجامعات، سواء بتكلم على الجامعات الأهلية أو الجامعات الحكومية أو حتى الجامعات الخاصة أو الجامعات الأجنبية، للتعرف على التخصصات الجديدة. التخصصات الجديدة ترتبط بكل تخصص من التخصصات المتاحة في الجامعات المصرية. اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت والفترة القادمة أيضا هيكون في انقراض لبعض الوظائف التقليدية والتوجه أكثر نحو وظائف المستقبل، سواء ده على مستوى مصر أو المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. وبالتالي البرامج الدراسية الحديثة عشان بعض عشان الطلاب يغيروا تفكيرهم عن مفهوم كليات القمة وهذه المفاهيم التي أصبحت بائدة اليوم، التخصص الحقيقي المعاصر هو اللي بيشغل الطالب في مرحلة ما بعد التخرج. وبالتالي هذه التخصصات الحديثة مأخوذ بها في الجامعات الحكومية وأيضا في الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات أفرع الجامعات الأجنبية في مصر والجامعات التكنولوجية. التوجه الحالي في التعليم العالي في إطار احتياجات الدولة واتجاه الدولة ومؤسساتها إلى الرقمنة بشكل عام، أعطينا اهتمام خاص ببرامج الدراسية الخاصة بالمعلوماتية والذكاء الاصطناعي. نتكلم على برامج جديدة في القطاع الهندسي، برامج جديدة في القطاع الطبي والصحي، برامج أيضا جديدة في المجال الدراسات الخاصة بتخصص الزراعة باحتياج الدولة إلى تخصص الزراعات الصحراوية، فيما يتصل أيضا بالطاقة الجديدة والمتجددة، التمريض إلى آخره. عشان كده التخصصات الجديدة موجودة ومتاحة في كافة
توافد التعليم العالي في مصر، وكنا حريصين على كلها تخصصات مهمه والسوق سوق العمل محتاجها، وده اهم حاجه بالظبط كده. وعشان كده بادعو كل الطلاب للتعرف على التخصصات المتاحه في الجامعات قبل ما تبدا عمليه التنسيق لكل جامعه من هذه الجامعات. نعم دكتور عادل، يعني عاوزين نعرف بقى واحنا على مشارف اعلان نتيجه الثانويه العامه، امتى هيتم اعلان التنسيق الخاص بالجامعات الحكوميه؟ احنا حضرتك مرتبطين دايما ب يعني ليس فقط ظهور نتيجه الثانويه العامه ولكن وصولها رسميا الى الوزاره واستلام طلاب الثانويه العامه لشهاداتهم. لان شهادات الطلاب بتبقى مسجل عليها الرقم السري اللي هيتيح للطالب الدخول على مكتب التنسيق، وبالتالي احنا بنحتاج 3 أيام من وصول النتيجه رسميا للتعامل الاحصائي وللتحليل الاحصائي ولتحليل شرائح المجاميع حتى نربطها باحتياجات الكليات المختلفة من حيث عدد الطلاب، وفي ضوء كل ذلك بيتم تحديد الدنيا للمراحل التنسيق المختلفة كما هو معتاد. فبننتظر ظهور النتيجة ووصولها رسميا للوزارة، وأهم شيء وصول الشهادات للطلاب الثانوية باعتبار أن الرقم السري كما ذكرت، عشان الطالب لما يبدأ يدخل على موقع التنسيق يستطيع ان هو تيسر له هذه المساله. خلينا اقول لحضرتك كما كان الوضع في الاعوام السابقه كافه التيسيرات. الطالب ان شاء الله اللي عنده جهاز حسب الشخص الخاص به مفيش اي مشكله، والطالب اللي ما عندوش هذه الامكانيه معامل الحاسب الالي مفتوحه في كافه الجامعات الحكوميه للتيسير على الطلاب، ليس فقط اتاحه اجهزه الحاسب ولكن في مرشدين فنيين يقدروا يساعدوا الطلاب في عمليه التنسيق. وتابعنا ده خلال السنوات الماضيه، يعني فعلا كان في تنسيق وتعاون وتسهيل على الطلبه ايضا. بالضبط، ويعني مساله التنسيق لم تصبح كما كانت في الماضي مساله صحيح. صعبه للطلاب، لدى الطالب عنده 75 رغبه متاحه، يقدر من بيته، يقدر من اي جامعه حكوميه فيها معامل واكثر من معمل. المهم ان الطالب بيحتفظ برقمه السري لا يفصح عنه لاخرين حتى لا يدخل احد ويغير من رغبات الطالب. طب دكتور عادل، في جامعات اهليه في بعض المحافظات وفي 4 جامعات اهليه ثانيه، جامعه الملك سلمان الدوليه، جامعه العالمين الجلاله، وجامعه المنصوره الجديده. هل التكاليف او مصاريف كل جامعه من الجامعات دي بتختلف عن الاخرى؟ في شفافيه عندنا كامله في منظومه التعليم العالي. وكان في توجيهات من الدكتور خالد فوزي وزير التعليم العالي، ولذلك حضرتك في كافه مسارات التعليم. انه كل جامعه كل برنامج دراسي يبقى فيه طابع موجود على الموقع الالكتروني قبل الطالب ما يختار، يبقى عارف ان هذا البرنامج الدراسي سيكلفه مصروفاته في العام كذا هذا المبلغ، بالاضافه الى كيفيه ايضا تسديد هذه المصروفات. فدي مساله موجوده. هل اي حضراتكم في الجامعات الاهليه التي تعمل بالفعل جلاله والعالمين والمنصوره الجديده وسلمان، وهنجده ايضا في الجامعات الاهليه الجديده ال 12 جامعه، كل برنامج دراسي بيعلن للطالب حجم المصروفات اللي هيتحملها، وموجود كمان في الجامعات الخاصه كل كليه بحجم مصروفاتها، وايضا في افرع الجامعات الاجنبيه والجامعات التونسيه. يعني كل الجامعات المصريه مش بس الاهليه، كل الجامعات المصريه كمبدا في التعليم العالي ان يتعرف الطالب ويتعرف ولي الامر على حجم المصروفات المطلوبه التي سيتحملها في هذا الموضوع، حتى يستطيع الطالب المقارنه بين الفرص المتاحه ويختار الفرصه الاكثر مناسبه لظروفه الاقتصاديه. يعني دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن معلومات كتيرة قوي حضرتك دايما بتفيدنا بيها، بنشكرك على هذه المعلومات وكل التوفيق لحضرتك.